في أبراج كده في الحب بتلعب بالنار يعني، ولا بيفرق معاها أي حاجة، خلاص مادام حطت في دماغها ما تفرقش بقى، ينفع لها ما ينفع لهاش، هي أكبر منه أصغر منه أغنى منه أفقر منه، الدنيا كلها بتقول لهم ما ينفعكوش، لا ينفعكم، لا خلي بالكم، لا العلاقة دي ما تنفعش. محمد أبو زيد ينبح نفسه ويقول ما ينفعوش، ولا بيفرق معاهم الكلام ده كله. عشان كده هي أبراج بتلعب بالنار، وهنفهم ده قوي لما ندخل في موضوع الحلقة مع كل برج كده. ما احنا معانا كل الأبراج من ال 12 للمركز الأول كالعادة، توقعوا اكتبوا كل واحد يتوقع برجه هيجي في المركز الكام، والأذكى كالعادة يقول لنا يتوقع مين المركز الأول، لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم. ويلا بينا. أهلا بأجمل الناس في الدنيا، كل سنة وأنتم طيبين كالعادة. الجديد يعرفنا بنفسه، الأم معاه بالواجب، واللي ما اشتركش يشترك عشان إشعاراتنا ما تروحش عليه. وتعالوا بينا نبتدي بالمركز ال 12. السرطان معانا في المركز ال 12، ما بيلعبش بالنار في الحب إطلاقا. السرطان برج بيتوتي، رجل أو أنثى على فكرة، وإن كان لكل قاعدة في الدنيا استثناءات، مسالم والدنيا جميلة، مش عايزين مشاكل، مش عايزين دوشة، خلاص ينفع، ينفع ما ينفعش، خلاص ما ينفعش. فعشان كده ما نقدرش نقول عليه بيلعب بالنار، او ما نقدرش نزقه عشان يوصل لرباعي خط النار في حلقة النهاردة. اعلى منه في المركز ال11 الحوت، ما هي الفلسفة واحدة، ما هي نفس وجهة النظر، نفس الكلام اللي قلناه عن السرطان نقوله عن الحوت في الموضوع ده. ما اقدرش انا اقول برضو مقارنة كمان ببقية الابراج ان رجل الحوت او انثى الحوت ابراج بتلعب بالنار، هي ابراج كده اصلا. طباع الابراج دي هادية ومنظمة، وبتحب كده الدنيا جميلة والدنيا سلسة، وروح يا شر وبعيد يا نار لا تحرقينا. ف منهج حلو قوي والدنيا جميلة. معاهم أخوهم التالت برج العذراء اللي بيجي في المركز العاشر، نفس الفلسفة، رغم إن هو لو قفل يعني، ولكن بيرجع ويفوق لنفسه ويلحق نفسه تاني. هنوصل دلوقتي لآخر برج من الأبراج اللي ملهاش علاقة بحلقتنا، اللي هو برج الطور اللي في المركز التاسع. وأذكر وأقول لو شايفين الحلقة مفيدة ندوس لايك، نشير، نوصلها لأصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الإشعارات، والعكس ما عنديش مشكلة ديسلايك، بس أعرف السبب عشان نعالج الخطأ. الطور برضو متشابه بالعذراء شوية، لو قفل بيقفل بس بيرجع يفوق لنفسه تاني. وجميعهم الأربع أبراج دول رجال ونساء، ابعد يا نار، ما بنحبش النار، واللي يلعب بالنار تحرقه أو تلسعه، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسلك. وهو ده منهج الأربع رجال، الأربع أبراج دول، رجل أو أنثى، في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. هنبدأ بقى ندخل في النص، وندخل كده في أبراج يعني أكثر شقاوة في الموضوع ده شوية، وأكثر مغامرة في الموضوع ده شوية، اللي هم الأربع أبراج اللي في منطقة وسطى. وهنلاقي أولهم العقرب في المركز الثامن. العقلانية حاضرة عند برج العقرب وبيحسبها قوي، والاتزان برضو مطلوب، والتهور غير مطلوب إطلاقا، ومش عايزين نخط خطوة نندم عليها. فلسفة العقرب كده زي ما هي فلسفة كل الأبراج اللي سبقته. عايزين نخش في الجد شوية، عايزين نوصل للمركز السابع، وحرفيا مع أول برج في صميم أو يبدأ يلمس موضوع حلقتنا، ويعني بيحارب النار من بعيد لبعيد كده، بيحوم حواليها، بيلف حواليها. هو برج الجدي، رجل أو امرأة، نفسنا نخوض التجربة، وماله لما نجرب، أنا استحمل اللي يحصل، لا مش هندم، اللي عندي ساعات بيوديه في داهية. عشان كده بننصحه هد اللعب شوية، هد اللعب شوية يا برج الجدي، ويا مرأة يا حديدية، بلاش تاخدي كل حاجة بالصدر كده يعني، خلي الدنيا تمشي خف عشان الدنيا تمشي لذيذة كده وتبقى جميلة. ندخل في الجد أكتر وأكتر، نوصل دلوقتي للمركز السادس الميزان. بيلعب بالنار رغم إن عنده حتة تردد كده، وميزان يعني رمز للعدل،
وبيحب يوزنها ويوزنها قوي قوي، ولكن المخاطرة في الحب مع برج الميزان ملموسة، نحس بيها نشعر بيها، وممكن ينطبق عليه الكلام اللي احنا قلناه قوي في المقدمة في البداية قبل ما نبتدي في الحلقة. ولكن برج عن برج في الموضوع ده بيفرق، وإلا ما كانتش المراكز يبقى ليها لازمة. في المركز الخامس في برج بيلعب بالنار أقوى من برج الميزان، هو الدلو الهوائي، أبو الروقان اللي دماغه في السحاب، الرايق. برج الدلو رايق قوي وهوى مع نار، والدنيا بتبقى خلطبيطة يعني مع برج الدلو. وأيضا برج الدلو من الأبراج الحرفيا اللي بتلعب بالنار، واللي ممكن تتلسع وممكن تحرق نفسها وتحرقك. اللزم الأمر يعني ما بيلتزمش قوي بالمعايير اللي المفروض يلتزم بيها. أكيد كل دول في منطقة، وأكيد رباعي خط النار دول في منطقة تانية خالص. رباعي خط النار مع حلقة عنوانها الأبراج اللي بتلعب بالنار. مين توقع ومين كتب؟ أنا بقرأ كل تعليقاتكم. الجوزاء في المركز الرابع. الجوزاء من أشد وأقوى الأبراج في الموضوع ده، وأكثرها حبا للمجازفة والمغامرة والفرجة على النيران أو اللعب بالنار، وما عندناش مشكلة. وندم برج الجوزاء ما بيطولش، ندم لحظي، ندم وقتي، ذاكرة قصيرة غير دائمة عند برج الجوزاء، ويعمل ريفرش قوي ويكمل حياته قوي، وتشعر وكأن شيء لم يحدث والجوزاء كده. ولكن في المركز الثالث في برج أشد من الجوزاء وبيلعب بالنار أكثر من برج الجوزاء، حد توقع؟ أكيد برج القوس، نار. هو القوس الناري، لازم يكون ليه مجال ويكون ليه نصيب في حلقة النهاردة. وآه برج القوس، ولا تنخدع بسلاسته وبساطته. أحيانا اللزم الأمر ودخلنا في الجد، عنده روح المجازفة قوي وعنده روح التهور عالية قوي. دول اللي هيلعبوا دور في دفعه في الموضوع ده ان هو يوصل للمركز الثالث. احنا داخلين على برج اشد من برج القوس، بل اشد من كل الابراج دي، والا ما كانش سيطر وانفرد واحتل بالمركز الثاني. مين توقع؟ الحمل، برج الحمل الناري من اشد واقوى واسرع وافظع الابراج في الموضوع ده، واللعب بالنار رجل، ولا سيما الفارسة العنيدة. الفارسة العنيدة، شوفوا الاسم حتى معبر. نلعب بالنار قوي والمجازفة والمغامرة، واركن المعايير واركن اللي ينفع واللي ما ينفعش على جنب دلوقتي. هنعيش حياتنا كم مرة؟ دي فلسفة الحمل المتهورة اللي في أحيان كتيرة بيرجع يقول يا ريت اللي جرى ما كان، وإن كان الحمل ما بيقعدش يتندم كتير قوي، ودي من الميزات الحلوة اللي فيه. ولكن هو من الأبراج اللي فيها الطابع ده. متصدر الترتيب بقى رجل أو أنثى، أكيد عرفناه، الأسد يجلس على رأس الأبراج كلها في الموضوع ده، يخش بصدره وربنا يسهل لنا بقى، وثقة في الله نجاح. الأسد يمشي كده ومنهجه كده، واركل لي يا أبو زيد اللي أنت قلته كله في البداية، ما يفرقش معايا، أنا أسمعك وأعيش معاك عادي، وأدخل من هنا وأطلع من هنا ما بتفرقش معايا. هو الأسد كده، خلي بالكم. وأبراج القمة تحديدا كلها فيها الصفة دي. انصح مهما تنصح، قولوا مهما تقولوا، ولكن أنا شايف حاجة وفي سبيل كده تطلع صح تطلع غلط، ما عنديش مشكلة، المهم إن أنا أجازف وأدوق طعم الوصول ليها. هي دي فلسفة الأسد، زي ما هي فلسفة أبراج القمة تحديدا. أبراج بتحب إن هي تلعب بالنار. أنا كالعادة خلاص دور انتهى، واللي جاي دوركم. هنتظر آرائكم في التعليقات اللي أنا بقراها كلها، واللي بيسأل ازاي يتواصل معايا انستجرام فيسبوك، قنواتنا التانية كل الروابط دي في وصف الفيديو، او لو انت على الفيسبوك كنزل هتلاقيهم في التعليقات. واي حد بتشوفه عندي فيديوهاته غير محمد ابو زيد نصاب
بينتحل اسمي وشخصيتي ويرد بي باسمي ونصب كتير. فرجاء انت خلي بالكم من النصابين دول وهتوحشوني قوي، وكل لحظة وانتم بخير.